البعض أذان الله وإياه حتى يؤكد الكلام يطلق الزوجة. هنا إنسان خلق عليه من الله هداية كمجي حتى إنسانك جوا إنابك درجة طلاق مذا يعني جنام إجم طلاق مذا أو يقول زوجتي طالق إذا أنا كاذب هلكي أزبرد كم برا جنام بوش فيه يعني برا جنام إجم طلاق مذا أو أفقد أولادي لو كذبت هلكي أزبرد كم برا ضاري مجم بمرن. لماذا تصنع هذا؟ شو ما تتشلي كيسة بيجي؟ لأنه بهذا قد تكون الزوجة طالق. هل كنت تشتكي كيسة بيجي جناتها دكارة بما تعلقتها؟ لماذا يدعو على نفسه وعلى أولاده؟ سوا شدت خورة زاري خورة جنة خورة نفرادكي. يا أخي كن صادقا. هاي براي من المسلمان صادق من رصد. لا تستعمل هذه الألفاظ. أبون تشتا ما خبر رادة أبون تشتا ناخر سرس ماني خدا.